في الشوارع وساحات عروض مغرية تشجع على الاقتراض لشراء منزل أو سيارة أو سفر في عطلة. أحمد رب أسرة يعتقد أن غلاء الأسعار ومتطلبات الأسرة من تعليم وتطبيب ومحروقات فاقت راتبه، فلم يجد بدًا من تلبية أحد هذه العروض. شأنه شأن ثلث الأسر المغربية حسب أرقام رسمية. ملي ما يكونش المدخول اليومي ديالو، ما عندوش شنو يجيب، مثلا خدام في مقهى أو هادي سادة، شنو غادي يدير؟ انه يلجأ لواحد الاقتراض ولا فهمتيني، ضروري بزاف. كاين اللي عنده طريطات، كاين اللي عنده بزاف الحوايج غادي يمشي. انا بعض المرات نضطر ناخذ نتسلف باش ناخذ شي حاجه، الا قديت ما قديتش ما ناخذش ما نتسلفش. وفق أحدث الأرقام الرسمية الصادرة عن مندوبية التخطيط، أكثر من 47% من الأسر المغربية اضطرت للاستدانة في الثلث الأول من عام 2022، وذلك بسبب موجة الغلاء. لكنه أمر وفق خبراء تساهم فيه أيضاً تحول بعض الكماليات إلى عادات اجتماعية. العدد الاستهلاكي ديال المغاربه هي تغيرات، الكل اصبح يبغي عنده واحد التعليم اللي هو جيد، واحد الصحه جيده، يعني السياره يمشي للعطله يخدع العياد ديالو. هاد الامور كلها في ظل يعني تجميد ديال الاجور ديالهم، وبالتالي في الحل الوحيد اللي عندهم هو انه يمشيو للاقتراض. هنا للاسف الشديد كنبغي نشير الى ان البنوك في هذه المناسبات كتبدع في اغراء المستهلك من خلال الاشهارات، من خلال الاغراءات كتخلي المستهلك يقبل على هاد القروض. وحسب التقرير الرسمي ذاته، أكثر من 70% من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال هذا العام. الحكومة المغربية ولدعم سوق الشغل أطلقت برنامجا باسم فرصة، هدفه دعم حاملي أفكار المشاريع الصغيرة بقروض بدون فوائد. سيستفيد الأشخاص الذين تم إنقاؤهم من قرض صرف بدون فوائد قد يصل إلى 100,000 درهم، بما في ذلك منحة تبلغ قيمتها 10,000 درهم، وسيتم تسديد هذا القرض خلال فترة أقصاها 10 سنوات مع تأجيل السداد خلال سنتين. وحسب منظمات حماية المستهلك، فربع المقترضين قصدوا البنوك لشراء سيارة، و20% لاقتناء تجهيزات منزلية، و17% لدراسة أطفالهم، فيما ثلث المقترضين اقترضوا من أجل سداد قروض سابقة. فيما يحاول الاقتصاد المغربي التعافي من تبعات جائحة كورونا التي أفقدته حوالي نصف مليون منصب شغل، يضاعف ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية من حجم استدانة الأسر المغربية، خاصة في المناسبات والأعياد الدينية كعيدي الفطر والأضحى. فاطمة بوغنبور، الحرة، الرباط.